السلام عليكم، اسمي جمال أزروال، مقيم في إسبانيا، مغربي. كنت أبحث في الإنترنت، لدي مشكل جنسي، كنت أدور في الإنترنت أبحث عن علاج، وعثرت على ماجيكال كلينيك واتصلت بالسيد أحمد، والله أعطاني معلومات كثيرة عن الموضوع وأعجبني الموضوع وقنعني أجي على تركيا. وجيت على تركيا واستقبلوني في المطار استقبال حلو، أخذوني على الأوتيل، أوتيل 5 نجوم. بعدين رحت على ماجيكال كلينيك، عملوا لي التحليلات الطبية، شرحوا لي الموضوع، كله بخير. وأنصح أي واحد لديه أي مشكلة تتعلق جنسية أو تتعلق بأي شيء أن يتصل مع ماجيكال كلينيك والسيد محمد. أنصح أي واحد، ما في مشكلة، لأنه أي مرض كأي مرض آخر يعاني منه أي أحد. والله جيت على الأوتيل استقبلوني استقبال رائع، وتحليلات كله من السائق، من عمال الأوتيل، من مستخدمين في المشفى ماجيكال كلينيك. المدة العلاج 5 أيام، هم يتكلفون بكل شيء، من النقل، من كل شيء، من جميع الأمور يتكلفون بها، والمترجم، كل شيء، من مترجم ونقل وأوتيل، مستخدمين أوتيل، كل شيء. وأنصح أي واحد يعاني من هذه المشكلة أن يتصل بماجيكال كلينيك بالسيد محمد، أنصحه، لأنه بصراحة أفادني كثيرا. مدة العلاج هي 5 أيام، وشكرا.